الحفاظ على رأس مالك هو هدفنا. جميع الخدمات والنصائح لتحترف في مجال العملات الرقمية. عالم العملات الرقمية هو الصحيح النافذ على العالم والحرية المالية. صفقات مدروسة بنسبة أرباح عالية ودقة بالتحليل. شباب، هاي أرباحنا من قناة التليجرام. صديقي انضم لي على الرابط اللي بأسفل الفيديو لتأخذ أهم الصفقات المدروسة بدقة. شباب، أخبرنا اليوم عن عملة الشيبة. جمهور الشيبة بعد انتظار طويل، بعد شراكة باينانس مع شركة فيزا كارت، أصبح هناك بطاقة ائتمان لمنصة باينانس. يعني بتقدر تشحن لمنصة باينانس. منصة باينانس أصدرت بيان بتقدر تشحن بعملة شيبا إينو. طبعا هذا الشيء دعم ورفع شيبا إينو لكسر ترند الهابط. يعني صديقي انت صار فينك بتقدر تحول من منصة باينانس إلى فيزا كارت بعملة الشيبا بدون ما تحوله إلى USDT. من المفترض عملة شيبا تعمل أرقام ممتازة بالبول ماركت اللي قادم. طبعا لحد الآن ما تحرك أي سعر من عملة الشيبا شباب، لأني أساس البيتكوين وضعه سيء. أهم المناطق لشراء لعملة الشيبا 0.509 و 0.507. طبعا من المفترض تختبر مناطق الدعم قبل الانطلاق. شباب، وتغريدة من الشيباريوم والحساب اللي التابع للبلوكشين شيبا، مجرد توضيحات بانه الشيباريوم يمكن يحرق بالمليارات وليس بالتريليونات. وطبعا هالشي ممتاز بانهم عمال بيوضحوا للمستثمرين هالامر. وطبعا نحن من سنة لهلا ما حرقوا تريليون واحد، يعني لسه كمية الحرق بالمليارات. يعني صديقي فينك تقول لحد الآن حرقوا 1%. وانت صديقي عليك الحساب وقرار الاستثمار، قرارك هو الشخصي. بالمختصر شباب، الشيباريوم مو العصا السحرية لعملة الشيبة. هيك كان ملخص التغريدة. وإذا كنت أول مرة عمال بتتابعني، لا تنسى تفعل لي زر الجرس وتعمل لي اشتراك. صديقي اشتراكك بيدعمني كتير.